لا لا. وينضم إلينا من الرياض الدكتور حمد التويجري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور حمد. يعني كنا اتفقنا معك على شيء، وأيضا يأتي هذا الخبر من وزارة الإسكان لينعش وضع التداولات في السوق. برأيك كيف سيتم التعاطي فعلا مع هذا الأمر عقاريا وأيضا على المستوى المصرفي؟ تأثيرات مثل هذا القرار على هذين القطاعين تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قرار الحقيقة جيد، وهو أحد القرارات التي ننتظرها. يعني نحن لن نقف هنا، ولا أتوقع وزارة الإسكان ستقف عند هذا القرار. البلد لا زال يعاني أزمة في الإسكان، والسوق العقاري متوقف، والجميع ينتظر قرارات وزارة الإسكان من أجل تخفيض أسعار المساكن وجعلها في متناول يد الجميع. الأسعار العقار وصلت أسعار لا يستطيع معظم سكان المملكة العربية السعودية شراء عقار في الوقت الحاضر، نظرا للارتفاعات القوية في المبالغ بها في هذا القطاع. لعل الانخفاض هذا يوحي بأنه خلال هذا العام انخفض أسعار المساكن وتكلفتها ب 20%، لعله يكون قائد في هذا الموضوع، وإن شاء الله يكون هناك كذلك انخفاضات أكثر بحيث أنها تساعد شريحة أكبر على الحصول على مسكن. هذا سيساعد في الاقتصاد الدولي المحلي، سيساعد المواطن في اقتناء مسكن، سيساعد الفروقات بين 500 ألف إلى 400 ألف. يعني هذا ما تريده وزارة الإسكان، وخصوصا هي تحديدا هي تذكر المشاريع التي تقوم بالشراكة مع شركات تطوير عقارية وطنية. يعني هل هو المعمول به كانت الحد الأدنى هو سعر الوحدة 500 ألف؟ يعني لا يمكن الضغط أكثر على هذه الأسعار، وحتى بالنسبة لل 400 ألف، هل هذا هو السعر الأدنى الذي لا يمكن اختراقه؟ لا، أنا أعتقد أنه سيتم اختراقه، لأنه هو كانت البداية 500 ألف، لأنه قيمة القرض من الصندوق العقاري 500 ألف الآن، ويسدد على مدى 25 عاما. الآن يعني خفض إلى 400، يمكن يسدد خلال 20 عاما. هذا سيسهل على كاهل المواطن ويجعله أكثر قدرة على شراء العقار. كذلك هذا يعني يوجد الآن في المملكة العربية السعودية، تشير الدراسات إلى وجود حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية شاغرة، لا زالوا ملاكها مبالغين في أسعارها. يمكن هذا يقود إلى أنهم يقومون بتخفيض أسعارهم من أجل بيع هذه الوحدات، وبالتالي نرى انخفاض نتيجة زيادة العرض في الأسعار واستطاعة كثير من المواطنين أن يحصلوا على هذه المساكن. وكذلك سيستفيد الجميع من مثل هذا. القطاع البنكي الآن سيكون هناك زيادة على الطلب على القروض، مع أنه الحقيقة القطاع البنكي الآن القروض يعني وصلت إلى 90% تقريبا من إجمالي الودائع. يعني قد لا تتوفر السيولة إضافية لدى البنوك لتمويل يعني أرقام أكبر من الموجود بكثير. يعني طيب نبقى مع القطاع المصرفي، خصوصا أن هناك توجيه من قبل سامة بأن يعيد هيكلة القروض، خصوصا للأشخاص الذين تمت مراجعة حجم رواتبهم، خصوصا بالنسبة للتمويلات العقارية. طيب هذا الأمر كيف سيكون تأثيراته على القطاع المصرفي؟ يعني هل سيؤثر على سيولة القطاع بطبيعة الأحوال؟ هذا قد لا يؤثر في الأجل القصير، لكن أنه هذا سيجعل أنه القرض مدته أطول، وبالتالي وكذلك العائد على هذه القروض سيكون مدته أطول. فقط قد تخسر هذه البنوك قليلا بسبب هذا، لو أنه تم رفع أسعار الفائدة، بينما سيتم جدول كما فهمت جدولة هذه القروض بنفس المعدلات السابقة. يعني قد تتأثر هنا يعني كتكلفة فرصة بديلة لإقراضها قروض جديدة بفائدة أعلى، لكن أنا أعتقد أنه لن يكون لها تأثير يعني على القطاع البنكي كثيرا. يعني نعم، 100 نقطة اليوم ربح السوق مع هذه الأخبار الاستثنائية، يعني باعتبار أننا كنا في مستوى من حتى التداولات الأفقية إلى حد ما إلى أن جاء هذا الخبر واشتعلت التداولات 5525 نقطة. ما الذي يعني يؤهلنا مثل هذا المستوى لنذهب إليه، خصوصا أيضا تعاملنا كما لاحظ دكتور حمد مع أرباح المتقدمة والتي تراجعت؟
أولا بالنسبة للأرباح المتقدمة دعنا نتكلم عنها. شركة المتقدمة يعني شركة الحقيقة لديها الكثير من الشفافية، هي شركة دائما سباقة في إعلان الأرباح، وهذا يعكس كفاءة الجهاز الإداري والمحاسبي لديها. انخفاض الأرباح ب8% خلال التسعة أشهر الأولى، هذا ليس انخفاضا قويا. هناك انخفاض مثل ما ذكر في أسعار البولي بروبلين، وكذلك هناك خسارة رأسمالية في البيان تكبدتها الشركة من أحد الأصول التي تملكها. ولكن الأرقام وإن جاءت أقل من العام الماضي إلا أنها يعني أرقام جيدة جدا، وأرى أنها يعني ممتازة. وعكس السهم اليوم في البداية انخفض، ولكن نجد أنه رجع وعاود الارتفاع. بالنسبة للسوق بصفة عامة، أنا أعتقد أنه السوق الآن هو في مراحل تذبذب قوية، ينتظر أي خبر بحيث أنه إما يرتفع أو ينخفض، لكن لا زال السوق يعني ينتظر ظهور النتائج كاملة، وبالتالي إن شاء الله أنه يكون يعني مرحلة انطلاقة. دكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود على كل هذه المعلومات.